How much amount air required to burn this road? Even Samina, air fuel ratio. وبعد ما عملت بالانس جبت نسب البرودكتس اللي خارجه من الريأكشن ابتديت دخلت في مرحله اعلى شويه ان انت ابلايد ذا فيرست لو اوف ثيرموداينامكس وعملت ايفالويشن للاماونت اوف هيت ريليست فروم ذيس ريأكشن. ده الجزء اللي انت محطوط فيه الخطوط. طيب احنا ان شاء الله هنكمل على الجزء ده بس هنتكلم على جزء الثيري اوف كومبشن، هنتكلم على تفاصيل كثيره جدا للاسف ما درستهاش في الكومبشن. المفروض بنبني زي ما درسنا اللاير الاولانيه بتاع الجزء الاولاني ان شاء الله هنبني عليه. فاحنا في الجزء ده المفروض هو متقسم لثري بارتس ان شاء الله. انا هخش في بارت 1 ان شاء الله. هنبتدي النهارده بجزء اسمه الكيميكال ايكوليبريم. هنتكلم فيه على حاجه اسمها الايكوليبريم ريأكشنز. وخدت كومبشن ريأكشن اه، بس الكومبشن ريأكشن اللي درستوه ده درستوه اندر كومبليت كومبشن. الفارق في النظريه الاساسيه في الابروتش اللي انت اشتغلت عليه ان الفارق كومبشن از كومبليت. اكشولي الكومبشن از نوت كومبليت. يحصل تفاصيل اخرى. يعني ايه كومبليت كومبشن؟ يعني زي ما كنت بتشتغل لو بنتكلم على سي اكس اتش واي فلويد هيرياكت ويز اير اللي هو اكسجين بلس هيدروجين وبنقول الكومبشن از كومبليت. يعني كل الفلويد كل الكربون اللي موجود في الفلويد هيطلع سي او 2 وكل الهيدروجين الموجود في الفلويد لما يرياكت مع الاكسجين هيطلع اتش 2. ده معنى كلمه كومبليت كومبشن. الكلام ده مش عيب. لما بنخش الجهاز الانلايزر على الشمي او على السموز ونشوف البرودكتس الخارجه بنلاقي في حاجات ثانيه موجوده. في سي او، في او اتش، في اتش 2، في نوكس، ان او، ان 2، في برودكتس مختلفه تماما. فده معناها الفرضية اللي انا افترضتها مش حقيقية بس هي اقرب شوية للحقيقة. افتراضية منطقية شوية او اقرب شوية للحقيقة. وده ما بنقولش دايما احنا بنتعامل بيه. ازاي؟ لما نيجي ندرس حاجة اكشوال ما ينفعش ادرسها من اول مرة. لازم ادرس بروبلم احط اسامبشنز فيها وادرسها في حل ايديا. يعني ايه حاجة ايديا؟ يعني فرض شوية اسامبشنز. واجي سنة سنة يا جماعة أشيل assumption assumption وأعمل upgrade للبروبلم لحد ما أدرس الأكتوال. زي ما أنت درست مثلا الأوتو سايكل دي approximation للأكتوال سايكل بتاعة الاستثمار مش الإنجن. الأكتوال سايكل فرض شوية افتراضات بيقول لك السايكل شغالة من الهواء كل الدوس ايزنتروبيك السي بي والسي بي مش عارف كونستنس ما بعرفش حرارة الحرارة. حط شوية ابروكسيميشنز او اسامبشنز كتيرة جدا جدا. بس الافتراضية دي بيجيب حاجة شبه تقريبا ويجي بعد كده يا جماعة كل شوية يشيل اسامبشنز دي ويكونسيدر الحاجة الحقيقية لحد في الآخر ما يدرس الأكتشوال سايكل. فده اللي انتوا درستوه. درسنا معادلة بسيطة جدا بنحسب بيها كمية الهواء والفلويد ونقدر استيميت التقريب كده الـ composition of the products اللي خارجة من combustion reaction. هنعرف إن في ظاهرة اسمها scission نتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. إن في بعض الـ products زي CO2 والـ H2O بيحصلها scission بتفكك ويطلع حاجات تانية. ده بيحصل فبالتالي بدل ما كان عندي CO2 لا بقى في كمان CO في O2 وال H2 حصلوا كمان سيشن بقى في او اتش مثلا او في H2 ابتدى نسب البرودكتس ابتدت تزيد. طب عايز احسب بقى النسب الحقيقيه لان دلوقتي بقرب من الاكشوال كومبشن ريأكشن. يبقى هنتعلم في الشابتر ده ازاي نعمل اناليسيس للبلوك اللي هي اللي انت درستها زمان بس حاطط تاثير ان في ديسوسيشن بيحصل ما كنتش واخد في الحسبان في قبل كده.
فده الشابتر ده هنتكلم عن حاجه اسمها كيميكال بيهيفير. بعد كده هنتكلم على شابتر تاني اسمه كيميكال كاينيتكس. هنتكلم على حاجه اسمها ريت اوف ريأكشن. عايز احسب المعدل بتاع التفاعل ده. الكلام ده مهم جدا جدا. لما نيجي مثلا نشوف انجنز بتاع عربيه وانت درست طبعا السايكل بتاع الاوتو سايكل بقى خدت شويه خدت الفلويد سايكل صح يا جماعه؟ درست الفلويد سايكل فيول نفسك خدت فيول وريسيرفوارز مع الهواء ايش يا جماعه المواعيد بقى؟ زي ما قلنا كده انا عايز احسب حاجه اسمها ريت اوف اكشن التفاعل اللي بيتم ده. متخيلين يا جماعه لو هعمل الكومبشن ريأكشن ده في عربيه عندي بنزين جازولين وهيتحرق مع هواء. النورمال سبيدز اللي بتمشي بيها معظم الاوتوموتيف انجنز بيتكلموا دايما في 3000 ار بي ام. عارف يعني 3000 ار بي ام؟ يعني 3000 ريفوليوشن بير مينت. دي تحسبها في سكند. لو هي انجن مثلا قول تو ستروك انجن يعني بتتكلم في 50 سايكل في السنه. اقسم 3000 على 60 بتعمل 50 سايكل في السنه. سايكل اللي هي يا جماعه اللي هو يحصل انتيك وبعد كده يحصل كومبريشن وبعد كده يحصل كومبشن وبعد كده يحصل اكسبنشن يحصل زوز. بتعمل 50 مره الحته دي في الثانيه الواحده. الكومبشن از ا بارت اوف ذيس سايكل. بنتكلم في رينج ملي سكندز. المفروض هتدخل هواء وفلويد وعايز الملي سكند كل الهواء والفلويد ده يرقى. فالمهم قوي نتكلم على تاثير التايم. نشوف نحسب معدلات التفاعل وهي الفاكتورز اللي بتاثر في الرياكشن ريت. لو عايز ازود معدل التفاعل انا بتكلم في سبيد عاليه 3000 ار بي ام لو 10000 ولا 20000 ار بي ام يعمل ايه بقى؟ وعايز انهانس او امبروف السبيد بتاعي الرياكشن. كل ده كلام مهم جدا. فده شابتر مهم جدا هنتكلم فيه على الكيميكال كاينيتكس. بعد كده هدي الجزء بتاعي او يعني غالبا هدي جزء الفيروس ده عشان يبقى في بريك كده ما بين ده جزء بسيط شويه جزء ثيوريتيكالز. بنتكلم على انواع الفيروس سواء كان ميكرو فيول او سوير فيول او جازيس فيروس ونتكلم على الكيمستري بتاعتهم. يعني شابتر لطيف كده ما فيهوش اي معالجه. طيب ده بالظبط الكونتنت بتاع بارت 1. المفروض يكون زي ما هيخش بعدية ان شاء الله هنتكلم على انواع الفليمز وهنعرف ان في انواع في الفليمز. في حاجه اسمها فليمز فليم في حاجه اسمها ديفيوجن فليم. هتعرف ايه هو الفرق بين الفليمز فليمز والديفيوجن فليم. بعد كده المفروض ناخد جزء الارض بتاعه ونتكلم فيه على ديزل الانجنز بشكل عام. عملية الكومبشن بتاعته مختلفة شوية عن السبارك اجنيشن انجن. بتعمل سبراي وبتعمل اتوميزيشن للفويل. فهنتكلم شوية على عملية السبراي بتاع الفويل. وبعد كده هنتكلم على الكومبشن في الجاز فاير كومبشن اللي هو بيبقى دايما السبيد بتاعي في الميكسر. أما الأويل فاير كومبشن ده بيبقى الفيل بتاعي الفيوجن فيل. وهيعرف أنواع الفيرنس سواء هنا أو هنا شكلها عامل إزاي. واخر جزء طبعا كل الابروتش انا مش فيه دايما بنتكلم على انجنز انجنز لكن ما بنتكلمش على الجاز تربنز. فهيجي جزء بسيط خالص في الاخر خالص هيتكلم فيه على الكومبشن بتاع اللي بيحصل فيه الجاز. فده بالظبط البسيط بتاع الكورس بتاعنا بالنسبه لي اعمال السنه. اعمال السنه يعني ان شاء الله نقطع محاضره في محاضرتين في محاضره دلوقتي في محاضره ثانيه ان شاء الله نفس ال فان شاء الله غالبا النهارده هنخلص الشرط الاولاني ده ونهايه الشرط الاولاني ده هطلب منكم بروجكت مش هنسلمه يعني دلوقتي هنسلمه الاسبوع اللي بعده الميد تيرم على طول واطلب منكم تعملوا لي برزنتيشن البروجكت ده. دي حاجه. حاجه ثانيه طبعا في امتحان بتاع الميد تيرم بروجكت عليه درجه عاليه يبقى اغلب في امتحانين ميد تيرم. في ميد تيرم في الاسبوع اللي هو السابع او الثامن دايما بتبقى هو يا بنات بيحتاج اسبوع في رمضان على الكاليندر اللي نزل من الكليه. وفي دكتور عبد الكريم الجاي بيعمل برضه امتحان ترم في خالص وبنقدر نحط اعمال السنه على البروجكت ده وعلى الامتحانين زائد طبعا
investigation, سواء كان في كويسات في بروجكتس في ريبورتس في حاجات بتستخدم سوفتوير زيكو تواصل عليها على الدار تواصل مش بطال يعني. ده بالنسبه لاعمال السنه. بالنسبه للتفاصيل بتاعت الكورس فهبتدي ان شاء الله النهارده في اول شابتر اللي هو المادة اللي كام درجة؟ مادة 125 درجة. الامتحان الحال بتاع الأعمال السنة كلها 45 والفاينل 30. هنستخدم حاجة اسمها الجريفر كونسنت ونعرف ايه اهمية الجريفر كونسنت ده وهنعمل فيجن للجريفر كونسنت نعمله النهارده في نهاية الحلقة دي. في الحلقة الثانية اللي هي بعدين ان شاء الله هنتكلم اكتر شوية ان احنا زي ما قلنا من شوية لما بتفترض ان في ديسيشن مش بتفترض بتقول ان في ديسيشن بيحصل عن ابروتش انت بس زمان فبالتالي عدد البرودكتس زادت زمان وقت ما بتشتغل كنا بنعمل بالانس طبق الماس كونسرفيشن نقول والله الكربون دايز بالانسد الهيدروجين دايز بالانسد الاكسجين دايز بالانسد الانرجي دايز بالانسد ونجيب النسب بتاعه السي او 2 قد ايه الاتش 2 قد ايه الاو 2 قد ايه الان 2 قد ايه. دي كانت البرودكتس اللي بتطلع بعد البالانس الطبيعي واجب. لكن دلوقتي اللي بيحصل يا جماعه بتاع في ديسيشن بيحصل وعدد البرودكتس عمال تزيد. however هم ما زالوا لسه اربع بالانسز مش غير عدد الايكويشنز زي ما هو وعدد النونز عماله تزيد. فلازم يا جماعه لازم اروح ادور على معادلات تقفل مع عدد النونز بحيث في الاخر لما اجي احلهم اقدر اجيب الكومبوزيشن الحقيقي بتاع البرودكتس الفاجري ده. فانا ده الفاينل اوبجيكتيف المفروض عايز اوصل له ان انا عايز اعيد الكلام اللي كنت بدرسه زمان بس تحت تاثير حاجه حقيقيه ما كنتش باخد تاثيرها قبل. هو نفس الابروتش زمان كنت بتحسب نوايه الحريق وبتحسب الهيت اللي طالعه من الكومبشن ريأكشن بس تحت اسامبشن ان الكومبشن از كومبليت. دلوقتي الكومبشن از نوت كومبليت وفي ديسيشن بيحصل. طب لو في ديسيشن بيحصل عايز احسب بقى نسب نوايه الحريق اللي خارجه وعايز احسب اللي طلع برضه الرياكشن ده. فنفس الابروتش اللي كنا بنشتغله زمان هنعيده بس تحت تاثير ان في ديسيشن بيحصل. معايا يا جماعه؟ ده السكه اللي احنا رايحين ناحيتها. مش بس احنا وايه واحنا شغالين بقى رايحين فين بالظبط؟ عارفين ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه. تعالى بسرعه كده نتكلم على قصه بتاعت الكوليك. دايما كده كنت ما بنشوفش غير نوعين في الرياكشنز يا اما بالشكل ده او بالشكل ده. الرياكشن ده دايما بنشوفه يقول لك والله A بلس B بعد شويه حصل الرياكشن راح طلع برودكتس فاينل برودكتس ماسك موبايل وطلع C بلس D. والرياكشن حصل له كومبليشن انتهى خلاص انتهى وطلع برودكتس ومبقاش فيه رياكتس. ده الرياكشن اللي احنا متعودين مستريحين في التعامل معاه. في رياكشن اخر احنا بنشوفه بس لما نشوفه كده مش بنقدر نستريحه ما بنتعاملش معاه باريحيه اللي هو بنسميه الاكوليبريم رياكشن. ان هو A بيتفاعل مع B بعد شويه بداخل بالشاي يا باشمهندس داخل بالشاي كده بالراحه وهادي قوي ورايق قوي بسرعه طيب بعد شويه يبقى C بلس D يقول لك C بلس D يديك A بلس B. تحس ان هو هيمشي ولا مش هيبقى حاجه. بالعكس انا
كلها البوليمر اكشنز. نادر جدا لما الاكشن يمشي وكل الاكشن يخلص. يعني اللي انت دايما متعود عليه ده راندوم. الاكثر حدوثا في الكيميكال رياكشنز ان الاكشنز عباره عن بنتين. يعني A بلس B يطلع C بلس D. ليه متخيل كده لما يطلع C زي D ده الدنيا تقف؟ الظروف مهيئه للرياكشن. درجة حرارة عالية، ضغط عالي. فبيحصل ان C بلس D برضه مكملين تفاعل. ليه متخيل كده يا جماعه ان بعد ما بيخلص ويحصل تفاعل بين U وB وطلع C وD خلاص يا جماعه الموضوع انتهى؟ ما بيحصلش. لا، C وD تفاعلوا تاني ويطلعوا A وبعد كده A وB يتفاعلوا ويطلعوا C وهكذا. ويحصل ان الرياكشن وصل لحاله حاجات تسميها ايكوليبريم، اتزان. الرياكشن في تغيرات بتحصل. هو ده بقى الحلو، ان في تغيرات بتحصل بس وزن ايكوليبريم. يعني ايه وزن؟ يعني لو جيت جوه الاوضه دي تيجي تبص كل شويه على التفاعل هتلاقي نسبه من الاي ثابته، نسبه البي ثابته، نسبه السي ثابته، نسبه الدي ثابته. However ان في رياكشن ما بينهم، فده بنسميه equilibrium reaction. يعني A وB يديك C وD، بعد كده C وD يديك A وB. كل شويه كده زي ما بتشوف كده بالمايكروسكوب كده متخيل بتشوف مايكروسكوب هو التفاعل، هتلاقي عمال يحصل تغيرات بس في الاخر نسبه الA ثابته، نسبه الB ثابته، نسبه السي ثابته، نسبه الدي ثابته. فده بنسميه equilibrium. However ان في رياكشن شغال ما بينهم. طب ايه علاقه الكلام ده بالكومباشن؟ بيحصل الكلام ده في الكومباشن زي ما نشوف كده. بس قبل ما يحصل الكومباشن مهم قوي نتكلم على حاجه اسمها الدايناميك ايكوليبريم. دايما كلمه دايناميك ايكوليبريم متعارضين جدا مع بعض. دايناميك يعني في حاجه تغيرات بتحصل، ايكوليبريم في حاله سبب لا في حاجه اسمها دايناميك. زي المثال اللي احنا قلناه من شويه. والطبيعي عمليه يعني الكون اتزان الكون ده دايناميك. كل حاجه في الكون ربنا خلقها سبحان الله يعني تحت دايناميك وتحت اتزان. تيجي تبص مثلا على نسبه الميه على الكره الارضيه، ابسط مثال نسبه الميه ثابته. اللاند بالنسبه للووتر الميه نسبتها حاجه و70% والباقي كله ده ايرث ارض جرام. تيجي تبص على الميه دي، الميه تلاقي تغيرات بتحصل. بيحصل ايفابوريشن للاوشنز والسيز والحاجات دي، وبعد كده يحصل صحر، وبعد كده يحصل ريننج، وبعد كده سيول وامطار. في داينامكس بتحصل، في تغيرات، ويحصل جفاف في منطقه، ويحصل ميه ده في منطقه ثانيه فيها سيول وفيها امطار وفيضانات. داينامكس بتحصل. هاويفر ان في الاخر كل الكلام ده بالانس اندر ايكوليبريم. معايا؟ فحته الداينامكس ايكوليبريم دي طبيعه موجوده على مستوى الكره الارضيه بشكل عام. مثال اخر برضو بيديك هنا ان لو عندك مثلا كونتينر زي كده، كونتينر زي كده وبيحصل الميه ده بيحصل له عمليه ايفابوريشن بتتبخر، فبالتالي الماء بتتبخر وعمال الوتر ليفل ده عمال يقل. وتخيل ان لو تخيل ان الكونتينر ده قفلت البطل ولا حاجه وعمال بطل بيسخن، وبالتالي الميه بتتبخر، الجزء الثلاثي من فوق ده ثابت، فبيحصل عمليه ثابت وبارد يعني ريلاتيف كمان، فبيحصل له عمليه كوندنسيشن عليه ويبتدي في ريت اوف ايفابوريشن وريت اوف كوندنسيشن. ولو الاثنين ريت ايكوال لبعض يحصل يا جماعه تلاقي الووتر ليفل بتاعك ماله ثابت، صح ولا يا جماعه؟ فده برضه بنسميه دايناميك ايكوليبريم. ليه دايناميك ايكوليبريم؟ ايكوليبريم الليفل بتاع الميه ثابت. ده معناه ان مفيش حاجه بتحصل الا في حاجه بتحصل. ده مش حاجه واحده، حاجتين بيحصلوا. ده بيحصل ايفابوريشن وبيحصل كوندنسيشن. والاثنين ايكوال ريت، ليهم نفس الريت، فبالتالي في حاله اتزان الميه والليفل بتاع الميه ثابت. هوفر ان في داينامكس وفي تغيرات بتحصل جوه الكونتينر. عملت امثله كتير قوي عشان ااكد الكونسيبت ده بتاع الكيميكال ايكوليبريم اللي هو دايناميك ايكوليبريم. ايه معنى كلمه دايناميك ايكوليبريم بشكل عام؟ ان في اثنين بروسس بتحصل. فده دايناميك يعني في تغيرات بتحصل، في بروسس، في حاجه بتحصل. في اثنين بروسس بتحصل، في بروسس بتحصل في اتجاه، وفي بروسس ثانيه بتحصل عكسيه للاتجاه الاولاني، والاثنين
مهم قوي ليهم نفس الريت، فبالتالي وصل لحاله ايكوليبريم، حاله اتزان. الكلام ده بنقدر نطبقه على الرياكشنز، نفس الكلام في الرياكشنز. يعني مثلا تفاعل خارج التفاعل NCO2 لما بيجي يحصل عمليه اكسجين زي ما نشوف دلوقتي بيكسر CO بلس نص O2، ده رياكشن مشهور جدا. CO2 ده لما بيطلع من البرودكتس من مواد الحريق بيطلع بلفة عالية 2000 كلفن 1900 1800 في رينج. فالCO2 ده الأونز الرابطة ما بين الكربون وما بين الأكسجين مع درجات الحرارة العالية جوه الكومباوند ده في انترنال انرجي عالية. زي ما احنا عارفين الانترنال انرجي عبارة عن كينيتيك بوتنشال بتاعت المولكيولز بتاعت الCO2 ده. فبيحصل تريكينج اب للبونز ما بين الكالسيوم وما بين CO2 ويبتدي يتكسر CO2. يجي بعد شويه يقول لك هو يعني CO2 مش هيحصل تفاعل، بيحصل بعض التفاعل ما بينهم. فيبتدي CO مع O2 يتكونوا مع بعض تاني ويتكونوا CO2. والCO2 يرجع يتكون هكذا. طول ما درجة الحرارة والضغط ثابتين الوضعية دي ثابتة، عمالين رايحين لبعض. ده ظروف مهيئة لده بتفكك لده وده، وبعد كده يحصل ده مهيئين ان هم يتفاعلوا مع بعض. وفي الآخر في المشكلة يا جماعة بنشوف ثلاثة مع بعض. بيطلع هنا في البرودكتس CO2 بعلم عليه كويس اهو CO وكمان O2. ثلاثة بيطلعوا مع بعض. موجودين في نفس الوقت. ينفعلوا مع بعض ويفككوا مع بعض وينفعلوا وهكذا. فالثلاثة موجودين في نفس. نفس الكلام في ديسيشن رياكشن تاني ده بيسموه ديسيشن. عشان كده ربطنا ما بين ديسيشن والكيميكال ايكوليبريم. عملية ديسيشن دي بتحصل اندر كيميكال ايكوليبريم. زي ما نشوف برضه من H2O برضه بيحصل له ديسيشن H2 بلس نص O2. مثلا نفس الطريقة اللي احنا شرحنا بيها السيو. فاحنا دلوقتي بعد شوية هنشوف الثلاثة مع بعض. والثلاثة بنسموه سمك زي ما اتفقنا شوية. الحتة لما نقول كيميكال ايكوليبريم ريأكشن يعني الثلاثة ليهم نفس النسبة. موجودين مازال تفاعل بيكمل، بس في الآخر الميزة الحقيقية إن التركيزات بتاعتهم سمك. في مثال المية لو مثلا نسبة التخييم أعلى مثلا نسبة والماء بتقل بنسبة لو هيحصل ايفابوريشن ميه هتقل طبعا. لا يعني كده يبقى ايكوليبريم لو بيقل بنسبة ثابتة. ايه؟ لو بيقل بنسبة ثابتة هيبقى برضه كده ايكوليبريم. ايه اللي بيقل؟ الماء لو بتتكلم انت بتعلق هو ايفابوريشن وكونديزيشن بس، لو الريت بتاع واحد اعلى من الثاني يا اما هيزيد او هيقل، لو الاثنين قد بعض هيثبت على طول، مش اي حاجة تانية تثبت غير ان الاثنين يكون قد بعض. فما فيش اي حاجة تبقى تأثر فيها ايفابوريشن وكونديزيشن. ده المكتب بتاعنا اللي احنا عايزين نخش ناحيته بقى. كل القصه اللي انا عم بشرح فيها بقالي ربع ساعه الساعه دي عشان اثبت المبدا يعني كلمه كيميكال ايكوليبريم ريأكشن. هو ايه الرياكشن اللي انت كنت بتشوفه زمان ده ومش متخيله او مش حاسس انها ايه؟ عايزك تركز معاه وتحسه قوي وتكتشف ان انت كان مفكوك عليه فتره طويله جدا، وان الرياكشن ده موجود حقيقي مش رياكشن كده نظري نفترضه وخلاص. لا الرياكشن موجود حقيقي، والعكس مفيش رياكشن بتحصل بيحصلها عمليه كومبليشن دي مش موجوده اساسا او قليله جدا او حتى لو موجوده بنسبه قليله، لكن عدد الظروف بتاعت التفاعلات دي من درجات الحراره عاليه في الرياكشنز ده بيتفكك وبعد كده ده وده يتكونوا مع بعض وهكذا. فكل الثلاث زي ما بنشوف هنا ثلاثة برودكتس او ثلاثة كومباوندز موجودين هنا كلهم اندر ريجرام بنسميهم سم. احنا رايحين فين دلوقتي يا جماعه؟ طب خلاص انا دلوقتي عايز احسب بقى نسب نوادر الحريق الحقيقيه. الحقيقي دلوقتي محدش يقول لي لا ده طالع سي او 2 اتش 2 او اوكسجين نيتروجين بس. ده لو انت بتتكلم عن كومباشن اس كومبليت ومفيش كومباشن كومبليت. لا دلوقتي يحصل لك عمليه ابجريدنج
الليفل بتاع النولج بتاعنا عمال زاد شويه، لان في ظاهره ثانيه المفروض تاخد تاثيرها، ان في سيشن بتحصل ويبتدي يطلع بقى يا جماعه يطلع القصه دي، يطلع بقى 7 برودكتس 8 برودكتس 10 برودكتس 12 برودكتس. هنشوف ده. طيب عندي عايز احسب النسب بتاعتها، ما عنديش غير معادلات الماس كونزرفيشن اللي انت درستها. ايه الماس كونزرفيشن؟ كنت بتقول ان الاليمنت از كونزرفد، يعني بتعمل بالانس على الكربون، تقول والله الاكس ده نسبه الكربون داخل قد والله مش عارف ايه بلس بي مثلا، اقول ايه. وبعد كده تعمل بالانس تاني على الهيدروجين، ويقول والله ده واي ايكوال مش عارف ايه، دي معادله اوليه، دي معادله ثانيه، في معادله ثالثه للاكسجين، وفي معادله رابعه للنيتروجين. انا عندي اربع ايكويشنز، ما عنديش غيرهم. طبقت الماس كونزرفيشن، الاليمنت كاربون ده اسمه تساوي، كان داخل في الفول، موجود جوه الفول عنصر اساسي الفول هو الكربون، لكن في البرودكتس خرج بقى سي او 2 وخرج سي او، لكن في الاخر نسبه الكربون 7 تماس كونسرفيشن. نفس الكلام في الهيدروجين، نفس الكلام في الهيدروجين. قلت لك اربع معادلات. دلوقتي لما بتكلم على 7 او 8 انونس الموضوع ماله يا جماعه؟ مختلف شويه صح؟ عندي عدد انونس اكتر من عدد الايكويشنز بتاعتي. يبقى انا عايز اعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ عايز اخلق معادلات زيادة على معادلات البالانسز عشان اقدر في الاخر يا جماعه احل السيستم ايكويشنز ده، في الاخر اجيب النسب نواتج الحراريه الحقيقيه. طب هخلق المعادلات دي كده اي معادله اجيبها من اي حته كده واحطها؟ لا، لازم تكون المعادلات دي ليها فيزكس ماشيه مع الفكر بتاع الاستيشن والكيميكال اللي احنا قلناه، صح؟ اي معادله لازم تكون ماشيه مع الفيزكس بتاعت الموضوع. فده اللي احنا رايحين ناخده، ان احنا زي ما قلنا في الاول خالص هنعرف حاجه اسمها الاكوليبريم كونستانت، هنعرفها دلوقتي بعد ما عرفنا يعني ايه الاكوليبريم، يعني ايه ستيشن، هنعرف دلوقتي ايه الاكوليبريم كونستانت. والاكوليبريم كونستانت ده زي ما نشوف هنخلق منه معادلات على عدد معادلات الستيشنز، يعني لو عندي هنا 7 انونز انا عندي 4 بالانس، ويبقى عندي 3 اكوليبريم كونستنس، هخلق منهم 3 معادلات مع الاربع معادلات بتوع البالانسز، احلهم مع بعض واجيب في الاخر نسب نواتج الحقيقيه. طب الاكوليبريم كونستنس هجيبه منين؟ هجيبه من الفيزكس اللي بتجيب العلاقه ما بين الاكوليبريم وبين الستيشن زي ما نشوف دلوقتي. طب تعالى نمشي سنه سنه. فاحنا عرفنا يعني ايه كلمه دايناميك اكوليبريم، بدي مثال هنا دي برضو عمال يدي امثله كتير جدا لموضوع الكيميكال تفاعل زي ايه؟ تفاعل زي ال N2O4 اللي موجود في الصدر. يقول لك ان N2O4 عباره عن ده N2O4 2N، وكل N مربوطه ب 2 O2، كل N مربوطه ب 2 O2. التفاعل ده حصل في مادة معينة حصل له رياكشن. المفروض الرياكشن بتاعه ان ال N2O4 ده هيتكسر بقى لجزئين، ده N معاها 2 O2 بتاعتها ودي N بقت O2 بتاعتها. فالرياكشن ده مشي في الاتجاه ده في الأول، ما كانش لسه ده اتكون، يعني الريت هنا ماشي أسرع من مفيش حاجة أصلا، هنا الريت اتجاه وبتبقى لسه ماشي. بعد شوية ابتدى يظهر كم كبير من ال N2O2 زي ما احنا شايفين، فقال لهم والله طب ال N2O2 اصلا ينفعوا مع بعض، يجي تاني ال N2O2 عمالين يتفاعلوا مع بعض من بولت ويطلعوا ال N2O4، وفي نفس الوقت ما زال في واحد تاني يكسر الاثنين، وايه الاثنين تانيين يتكونوا واثنين تانيين يكسروا، والاثنين بعد شويه في الاتجاه ده الريت بتاعي سوري الريت بتاع البريكنج اب في الاتجاه ده نفس الريت بتاع الكومبوزيشن ما بينهم تاني في الاتجاه، وبالتالي بيحصل حاله من الاتزان، مع ان طول الوقت عمال اشوف ان الاثنين بيحصلوا، بس مش هيحصل حاله الاتزان ده ايه يا جماعه؟ غير لما يكون الاثنين ليهم نفس الريت، اثنين ليهم نفس الريت، لو حد الريت بتاعه اسرع من الريت الثاني الرياكشن مش هتبقى حاله اتزان، عشان نوصل لحاله اتزان
لازم الريت بتاعهم يكون ايكوالي في نفس الايه في نفس القيمه. طيب وشرحنا الحته بتاعت البوزيشن ريكورد، قلنا عند درجات الحراره عاليه. انا بتكلم بقى كل الكلام اللي كنت بقوله قبل كده ده بتكلم على كيمستري عاليه خالص. انا مش بتاع كيمستري، انا بتاع كومباشن اساسا، بس كومباشن بيحصل فيه كيميكال كيميكال اكشن، هنتكلم على الكيمستري بتاع كومباشن بس مش بتكلم على الكيمستري بشكل عام. فهمتني؟ زي ما احنا شايفين كده انت الكومباشن من اكشنز لما بيحصل بيطلع برودكتس زي ما قلنا من شويه، البرودكتس بتاعت الحراره عاليه زي مثال بتاع الميه وبيحصل سيشن، والسيشن اكشنز دي بتحصل اندر ايكوليم. تمام؟ واحنا المطلوب مننا، انا مش عايز اخش في الكيميكال ولا يحصلون ولا عايز اخش في الكيمستري، انا كل المطلوب مني يا جماعه، كل المطلوب مني يا جماعه احسب الهيت اوف الاكشن اللي طلع من الكومباشن، بس احسبها مظبوط صح ولا يا جماعه؟ عندك بويلر لما تعمل سايكلز البويلر ده بيديله هيت عشان يحول ستيم الميه من ليكويد لفيلد، عايز تحسب كميه الهيت اللي جايه من ايه؟ جايه من الاكشن ما بين الهواء والفيوز كده عاملين يعني. عايز تحسب كميه الهيت مظبوطه عشان تعمل اناليسيس سايكل مظبوط. طب ينفع نحسب الهيت بالكلام القديم اللي فيه ابروكسيميشنز واسامبشنز وتطلع هيت اي حاجه خالص؟ ما ينفعش. ماكس محترم كده وحاطط قرارة محترمة ويديهم أي أرقام ويروح يجيب كميات فيولز وفي الآخر يلاقي الحسبة بتاعته مش مظبوطة. ما ينفعش. لازم نشتغل على مودلز وحسابات مظبوطة ومنطقية وواقعية. فبالتالي الحسبة كنت بحسبها زمان دي مش هطلع كمية هيت مظبوطة. عشان في أسامبشنز. طب أنا عايز أعيد الحسابات النهاردة. هقول والله لا في سيشن بيحصل فبالتالي نوايا الحريق تلت. في حاجات كتيره لازم اخد تاثيرها واخد تاثير السيشن واشوف شكل الكيميكال بريبلم واشوف الكوليكترال كورس زي ما هنشوف دلوقتي وابتدي احسب الكومبوزيشن ده في النسب بتاعتهم قد ايه وابتدي كده اعيد نفس الكلام اللي كنت بحسبه بس احسبه بقى على دلوقتي الحريق الحقيقيه مش القديمه اللي كانت تحت السيشن. فده اللي بيقولوا فيه السلايد. طيب وبديك انا امثله للسيشن والاكشنز اللي بتحصل في الكومبوزيشن. أول حاجة ده السيشن بتاع CO2، CO2 لما بيحصل عملية السيشن بيحصل له سيشن CO بلس نص O2. محدش يقول لي يا جماعة حط C زائد O2، مش أي حاجة وخلاص، احنا مش بنألف واحد تاني. الكيمستري محدش بيألفها، مش بنظبط الأرقام كده، مش بنلفها خالص. بنشوف اللي بيحصل دايما حقيقي دايما عندنا بنشوف اللي بيحاول يحصل ونحاول نحطه في فورمولا نعمله فورميليشن. فمفيش اي حاجه مش اي تفاعل بينهم دايما السي او بيحصل عمليه ديسيجن بيتكسر بيه السي او بلس نص او 2. الميه بيحصل لها اثنين ديسيجن، يا اما ياخد الشكل ده او ياخد الشكل ده على حسب درجه الحراره، وساعات بيحصل اثنين مع بعض. فبيحصل سيشن ميه ل H2 بلس نص O2 بشكل، وبيحصل له سيشن بشكل تاني ممكن يبقى H بلس OH. ال H2 طبعا مفيش غير H بلس H، ال O2 O بلس O، ال O عباره عن نص L2 بلس نص O2. فدي شكل السيشن رياكشنز اللي بتحصل في الكومبشن برودكتس اللي خارجه من عندك، مفيش حاجه كده. طيب وده اللي بيقوله هنا اهو يفسر لك او يفهمك يعني ايه كلمه سيشن. سيشن زي ما اتفقنا من شويه ان السي او 2 والاتش 2 او اللي كان طبيعي تغيير من نوايا الحريق ده اللي كان لو بتشتغل في الحريق المباشر السي او ده بيطلع بركه عاليه. فبيحصل ايه يا جماعه؟ نتيجه بركه الحاله عاليه دي بيحصل بريكنج نتيجه الكينيتيك انرجي اللي فيه او الانفاكتنج فلو انرجي اللي فيه طبعا عالي جواه الخبر عالي. فبالتالي الانرجي اللي فيه يبتدي يحصل لها عمليه بريكنج للبروبس ما بينهم ويبتدي يعيد التشكيل ويطلع السي او والنص او اللي احنا قلناهم ونفس الكلام للاتش 2. تمام؟ ومطلوب زي ما اتفقنا من شويه ان انا احسب بقى النسب دي واحسب كميه الهيت اللي خارجه بتاعتي شكلها عامل ازاي. تعالى
تعالى بقى عشان نحسب الكلام ده كله واجيب المعادلات. قلنا مش هجيب معادلات خالص. معادلات دي لازم يكون ليها فيزكس. لازم اروح افهم ايه الفيزكس بتاعت الكويك والثير بتاعتها كويس. فهمها كويس جدا. ابتدي اشوف المعادله اللي تقدر تقرب لي وتجيب لي تقفل البالانس دي، تزود معادله البالانس دي المعادلات بتاعتي بحيث اقدر اجيب النسبه بتاعتي. طيب دلوقتي طبعا هنتكلم في حته معينه يعني هنشرحها دلوقتي كويس جدا جدا. هنعرف دلوقتي ان الاكويليبرم بوينت، النقطه اللي بيحصل عندها الاكويليبرم بوينت دي النقطه اللي عندها الانتروبي بتاع الميكشر كله ميكس. نخلي تاني القصه بتاعت الانتروبي الثيرموداينامكس والايه الانتروبي مش عايز تخلص كل ما نقدر منها ونطلع حاجه ثانيه برضه. الانتروبي يا جماعه عمالة تلف وتدور حوالين ايه قصه الانتروبي بقى يا جماعه؟ هل حد يعني انترست بروجرام حد يقدر يعرف يعني انتروبي؟ ها؟ اوردر بتاع السيستم. ديس اوردر بتاع السيستم. ديس اوردر بتاع السيستم. ليه؟ ديس اوردر. ديس اوردر بتاع السيستم. ديس اوردر حلوه. اللفظ دايما بنسمعه يعني كل الناس بتقوله ديس اوردر او راندم بتاع السيستم. طب يعني ايه ديس اوردر؟ ايه علاقه ديس اوردر بالانتروبي؟ حد يا جماعه يقدر يشرح لي كده يقول كده ونتكلم عن انتروبي؟ ونتكلم عن الانترنال ريفرس والاكسترنال. خدتوا يا جماعه انتروبي وخدتوا الابيليتي والريفرسبيليتي، خدتوا الكلام ده صح ولا ايه؟ انا بوقف الفيديو عشان نضحك اللي هتل دلوقتي. اه تمام خالص. في حد هيتكلم عليك في الجامعه؟ مفهوم الانتروبي لو قالوا مثلا البارتكلز البروبرتيز بتاعتها بتتحرك بشكل راندوم، فلو جه وقت تفعيلها الحاجه هتتساوي، هتوصل ان انا ما اقدرش اطلع منها ريفرت يعني مش هقدر اطلع منها وورك كل ما اسيبها وقت اكتر، يعني كل ما بسيب الحاجه وقت اكتر هتتساوى مع اللي جنبها، فمش هيبقى فيه لا فرق درجه حراره ولا فرق بريشر ولا كل حاجه هتتساوى كده. وده يعني ده اللي هيبقى الراندومنس اللي هيتنشر، ان كل حاجه هتبقى ايكول يعني، او حتى وهي بتريفرس في نفس الوقت بيبقى كانه ايكوليبريم كده بس بتتغير دائما. ماشي كويس. ده حد يقدر يجيب تاني؟ اي كتاب من اي حد ده حاجه كويسه. مفيش يعني محمد حبايب. طب انا يا جماعه الانتروبي انا مش هتكلم طبعا الانتروبي عشان دي بسرعه كده ممكن. الانتروبي هي فيزيكال بروبرتي في الحياه. انسوا خالص الثيرمودايناميكس. الانتروبي زي ما سيكو قال هو الديجري اوف ذا اوردر بتاع السيستم. بنقيس مستوى النظاميه او بلاش التحضر بتاع اي حد في الانتروبي. انسى خالص بقى الثيرمو دايناميكس. الدول المحطمة فوق بنوع الدول اللي هي يا جماعة في نظام أحسن. منظمة. دول العالم الثالث يعني عندها نسبة النظامية دي أو ديسبوردر أعلى شوية. فده بنعرف هنا إن الشعوب هنا شعوب عندها ليفل انتروبي عالي. بره لا ليفل انتروبي أقل شوية. منظمين أكتر شوية. فدايما بتعمل يا جماعة مجهود عشان تبقى سيستم اوردر. طبيعي الحياه ماشيه كده بشكل الاتجاه بتاع السكوتر اعلى من اتجاه انت مثلا عشان تصحى من النوم النهارده وتيجي تحضر المحاضره بتاعتك او تجيب التعروضه بتاعتك كل حته انت مش عارف اللبس بتاعك فين والجزمه بتاعتك فين والحضرات بتاعتك والكمبيوتر والاوضه لوحدها سكوتر. فالطبيعي وانت ماشي في الحياه تقول لك سكوتر بتعمل مجهود عشان تروق وتنظف الاوضه بتاعتك صح يا جماعه؟ السيستم الاوردر ده بتعمل روز فيه اكتر شويه. الكلام ده تقدر تقيسه على مستوى الجزيئات النفسيه. وانت بتعمل اي بروسس تسخن تاني في جهاز من جوه وانت بتسخن ايه يا جماعه؟ البارتيكلز بتاعتك عماله تتحرك بشكل عشوائي او فوضوي. مش قادر تبريدكت. تيجي كده تصور الصوره دي تلاقي كل شويه هي نفس الستيت عند نفس درجه الحراره والضغط. ستيت واحده تيجي تصور كده شكل بنسميها المايكروسكوب ستيتس. في حاجه اسمها ماكروسكوبك ستيت وفي حاجه اسمها مايكروسكوب ستيت. مش هخش تفاصيل قوي دي بس خلينا نفس الحاله اللي موجود عندها ضغط وضغط حاله تاني دي تلاقي كل شويه كل صوره الجزيئات واخده شكل. كل ما تبقى
عدد صور اكتر، كان المليون صورة هتشوفها عند نفس درجة الحرارة الضغط، فدي بنسميها الانتروبي هنا عالي جدا جدا. لكن لو صورت عند البريشر والدرجة اقل شوية فالسيستم اوردر شوية، تلاقي في الاخر ما بقاش نجيب صورة و10,000 صورة بس. معايا ولا يا جماعة؟ فكل ما ودايما كده بنشوف لما بتعمل عملية كولينج حتى في الطبيعة البشرية كده بتبقى انت هادي كده ورايق زي ما زمانكم كان داخل رايق كده وشارب النسكافيه بتاعه هادي، تيجي تعصبني مفيش مشكله عم مفيش تحرك، تعال معاك بتحرك واحد يعني سخنان ومتعصب والناس وجاي بقى والدنيا بايظه والدروب بايظ والشوارع وده واقف في نص الطريق وفي ليفل اوف انتروبي عالي وفي عشوائيه عاليه، لازم يجي يا جماعه متعصب ويجي متضايق. فهي فيزيكال بروبرتي في الحياه. في الثيرمودينامكس بنقيس الانتروبي دي من ناحيه التحول قد ايه فقط في الانرجي حصل بالنسبه لي. كل شويه الحركه بتاعه الجزيئات ما دهوصلش ما خدتهاش، عماله تزيد عندي صح يا جماعه؟ الانرجي عماله تضيق كده اهو ما خدتش منها حاجه صح يا جماعه؟ ولو هعمل بروسس واحاول الهيت ده الورك الاقي ان قيمه الورك اللي طالع اقل بكتير قوي من قيمه الهيت اللي انا اديتها. كل لما الهيت في انت بتاعي بيزيد ايه الافشنسي بتاعه البروسس بتاعتي عماله تقل صح يا جماعه؟ فده بشكل عام معنى الانتروبي. ده لو بنتكلم عن حاجه اسمها كلاسيكال ثيرمودينامكس كلاسيكال. لو بنتكلم بقى لو ناس ادفانس شويه ودارس بوست كلاسيكال ثيرمودينامكس يتكلم بقى في الحته اللي كنت قلتها من شويه لسه منها، لو حاجه اسمها المايكروسكوبيك ستيت والمايكروسكوبيك ستيت. مش عايزين نخش في تفاصيل اكتر عشان تفهم الانتروبي كويس جدا، مش تنفع تفهمه بالكلاسيكال. لازم تتكلم على حاجه اسمها كوانتم، تشوف الجزيئات من شكلها عامل ازاي من جوه. ما ينفعش تتكلم، احنا كنا في السيرمو دايركس عليه بنتكلم على سيستم معدلات، بنطبق سيستم ارسم كده سيستم وقول ده السراوندنج وطبق الفيرست لو والسكند لو واحد على سيستم. في الكوانتم ميكانكس بنتكلم على مستوى الجزيئات الحاجات دي السيستم الحته الصغيره. عشان تفهم انت كويس لازم تتكلم على مستوى المايكروسكيب مش مستوى الماكروسكيب. فاحنا مش هنخش الحته دي كلها، احنا بس هنقول هنا القصة بتاعتنا ايه علاقة الإكوليبريم بالإنتروبي ذات نفسه. هيتكلم هنا ان في رياكشن بيحصل زي ما اتفقنا عليه من شوية، في سي او وانتوا حاطينهم في الماء ومفروض الرياكشن هيبتدي يشتغل ما بينهم. الرياكشن في الأول خالص بيمشي في اتجاه بتاع عمال يقل وده عمال يزيد، وبعد شوية بعد ما ده زاد ما زادت درجة الحرارة والضغط يسمحوا ان السي او كل الثالث من هنا يتحولوا لسي او وهكذا يحصل فورميشن في الاتجاه ده وفورميشن تاني في الاتجاه التاني والاثنين يريد بتاعهم على بعض في النهايه بعد لحظه الزام نشوف الثلاث انتروبي. طب ونتخيل لو احنا حسبنا الانتروبي بتاع الميكشر كله، الميكشر كله زي ما هو عامله في الجراف. الجراف ده بيقول كان في الاول خالص الحاله الاولانيه دي انيشال ريأكتانس، لو الرياكشن وصل لعملية كومبليشن وانتهى وبقى كله 100% برودكتس ومع التغير ده الانتروبي بيتغير صح يا جماعه؟ ده الانتروبي بتاع الميكشر كله. لقينا ان النقطة اللي عندها الايكوليبريم اللي هي النقطة دي الحالة دي سوري الحالة دي اللي هي الحالة بتاعت الايكوليبريم هي الحالة اللي عندها الماكسيمم انتروبي. شغل حد يقدر يا جماعة يقول لي ليه الحالة دي هي الحاله اللي بتمثل الماكسيم انتروبي؟ لو تبص على بروبلم حلوه بشكل يعني دقيق شويه تلاقي يا جماعه دايما الرياكشن بيمشي في الاتجاه ده في الاول 100% رياكتنس وفي الرياكشن مش في الاتجاه عمال الدي اس دايما عمال يزيد. يبقى انا كده ماشي مع السكند لو ثيرمودايناميكس، دايما السكند لو ثيرمودايناميكس يقول لي ان الدلتا اس لازم تكون اكبر من او يساوي زيرو. ده لو معتبر يعني شوف المعادله بتاعتي سهله اللي هو مهم جدا بسيط. مفيش بروسس في الدنيا مهما كان ثيرمودينامكس فيزيكال بروسس كيميكال بروسس اي بروسس في الدنيا مفيش دلتا اس بتقل، لازم الدلتا اس بتزيد معايا؟ فدايما الدي اس بتاعتي بتبقى دايما اكبر من او يساوي ماشي لحد ما يوصل عند اعلى انتروبي وصل له السيستم. واول ما يوصل يقول لك خلاص ما اقدرش اي تغيرات هنا تحصل. ليه يا جماعه؟ خلاص اول ما يوصل للدي اس بتاعته ماكسيمم ما يقدر يكمل عشان الدلتا اس هنا هيقل وهيبقى كده بيخالف السكند دور ولا يقدر يرجع لنفس الوضعيه اللي كان عندها.
هيتشعلق ويثبت عن الوضعيه دي. حاله الاتزان هي حاله بيحصل عندها يكون الانتروبي وصل لاعلى قيمته. عشان كده يا جماعه مثلا ما يقدرش يمشي في اتجاه القفل مكان يجي منه ولا يكمل في اتجاه اللي كان المفروض رايح. خلاص وصل لاعلى قيمه من الانتروبي ممكن يوصل. فدايما كده هنحط الشرط بتاع الكيميكال اكوليبريم اللي احنا كنا قلنا عليه من شويه، ان عشان يوصل الحاله او الاكشن اللي كان ماشي في الاتجاه ده عند اعلى انتروبي ممكن يوصل له، هو دي ممكن نسميها الاكوليبريم بوزيشن. بعد كده بيحصل يا جماعه نسب نواتج الحريق عندي بتثبت. انا نسب نواتج الحريق هنا ثبتت ويبقى ده الاكوليبريم بوزيشن بتاعي. طيب احنا مش هنخش مع بعض. يعني ايه ادوات اللي تحت؟ يعني ايه؟ اجابات كلية اعلى قطعة بالتفاعل. اجابات دي هو بيتكلم هنا عشان لما كنا بندرس الدلتا اس، عايز هنا اجابات دي كنا بندرس هنا الدلتا اس. كانت الدلتا اس ده لما بتفتكر كان في تورمين. في دلتا اس بتاع سيستم وفي دلتا اس بتاع سلام. ده بنسميه الانترنال ريفرسبل وده الاكسترنال ريفرسبل. هو الترم ده بتاع الكيو على دي. هو عايز يشوف هنا الانتروبي بتاع الماك الاكشن اللي حصل، بس مش دعوه بالسيرفر. فلازم يكون الفلوس دي ادباتيك. ده القصد بيها. معايا؟ دلتا اس اللي انت بتحسبها وتقول عليها اكبر ده دلتا اس توتال نت. كان في ترم بتاع السيستم في ترم تاني من السيرفر. السيرفر ده اللي هو في ترم كيو. عشان اشوف السيستم بس اللي هو التانك اللي بيحصل فيه رياكشن هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا بتكلم عن تانك. شيل بس عشان اسمعك صوت. بتكلم عن تانك جواه كميه حراره بس هو ما ياخدش حاجه من بره. مفيش كيو ترانسفير ما بين السيستم وبين الاستلام. تمام؟ بس مفيش. دكتور هو ازاي ماكسيمم عندي دي اس بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. مش ماكسيمم انتو بيساوي زيرو. قد ايه المواد دي عايزه الناس بتوع الكيمستري بيشتغلوا بيها عشان كل الشغل بتاعهم تفاعلات. فمش حاجه اسمها الكيميكال بوتنشال. كل الماده دي ان هي تتفاعل. جي دي بروبرتي بتقيس الكيميكال بوتنشال بتاعها. لو عايز تجيبها من ناحيه الثيرمودينامكس مش من ناحيه الكيمستري، بص على المعادله كويس. اتش واي اس تي اس دي بتجيب ايه يا جماعه؟ معادله خدتها معادله زي كده.
مش الدي في الاس ده لو تفتكر دي بجد اس ده كان ريفرسابيلتي والاتش ده هو فور انرجي ولما جت راح الاتش من ماينس دي في اس ده يديك حاجه اسمها يا جماعه اللي هو الافيلابيلتي بتاعته صح الافيلابيلتي او البوتنشال بتاعها هو ده الجي فالجي انت خدتها حاجه كتير جدا بس انت لا عايزها مش عايزها مش عايزها عايز فاي او عايز ساي او عايز حد يقول لك يعيد لك اللي انت اشتغلته قبل كده تيز نقعد عيد ونسيت انت بتدرسه وما تاخدش حاجه جديده ولا انت عايزه طيب يقول لك ان الدلتا جي بتاعتي المفروض تكون اقل من او يساوي فلو جيت نفس الرقم دي درستها يبقى تكون طلعتها الماكسيمم انتروبي يكون عندها يا جماعه مينيمم جي تمام وهنقول ان الاكويليبريم بوزيشن بتاعي اللي بيحصل على الاتزان بيحصل لما يكون الدلتا جي بتاعتي بتساوي زي طب عايزين ايه يا جماعه فاكرين بقى في اتجاه ان احنا زي ما قلنا من شويه نخلق معادلات مع معادلات البالانسز عشان بقى عندي انونز كتيره المعادلات دي لازم تكون بتاخد تاثير التوسيشن اللي هو تاثير الاكوليبريم احنا قلنا التوسيشن رياكشن بيحصل عند الكيميكال اكوليبريم طب انا عندي معادله زي الفل اهي ايه المعادله بتاعتي اللي اقدر اخدها وابني عليها الشارت بتاع التزام بتاعي ان عند الاكوليبريم دلتا جي بتساوي زيرو او دلتا اس بتساوي زيرو دي المعادله اللي انا ابتدي منها واروح اعمل ريفيجن واجيب حاجه اسمها الاكوليبريم كونستنس زي ما هنشوف دلوقتي بحيث ازود مع عدد معادلات البالانس معادلات اخرى واحلهم واجيب الانونس بتاعتي فاحنا هنمشي بقى في الريفيجن بتاعنا عشان نستنتج حاجه اسمها الاكوليبريم كونستنت جايه من المعادله بتاعت الاكوليبريم كونستنت جايه من القصه بتاعت الدلتا جي بتساوي زيرو اللي عندها وضعيه الاتزان طيب بصوا هو يعني فاضل ربع ساعه كده ولا حاجه وخلص بس انا هخلص دلوقتي عشان في محاضره ثانيه بتاعت يعني بعد ده على طول فاحنا خلينا نخلص دلوقتي مثلا 8 9 ونص و5 ونبتدي بقى 10 6 10 سيبوا بريك اهو 25 دقيقه